بصوا يا شباب، دلوقتي لو هندي جائزة نوبل لحد من الشخصيات العامة اديها لمين؟ الشخصيات العامة ولا واحد. يعني اكيد لو كان في حد مثلا في مصر شخصية عامة وكويسة كان على طول كان كيف جه في دماغي على طول، بس معنى ان ما فيش حد جه في دماغي يبقى ما فيش حد. احمد زويل. احمد زويل الله يرحمه مات وخدها. عارف اديها للسيسي. ليه بقى؟ والله يا رجل الحرب والسلام. يعني اختار اي شخصية انت عايز تديها جائزة نوبل. الكابتن محمود الخطيب. ماليش في الاسئلة دي بصراحة. دكتور حسين خيري. مين دكتور حسين خيري؟ عميد القصر العيني صبر. عمل ايه؟ بينزل محاضرات للطلبه مجانا، بيحاول يصلح في بمصلحه العيان ومصلحه المرضى. دي نفس الدكتور حسين خيري طبعا. نفس الدكتور حسين خيري. عميد عميد كليه القصر العيني طبعا. انت في طب؟ احنا اصلا مدرس مساعد طب شرعي وسموم اكلينيكيه في طب القصر العيني. دكتوره كريمه برضه. حضرتك دكتوره في مدرس مساعد في طب القصر العيني الشرعي؟ انا اللي بس هي انا زيها بالظبط. لازم واحد بس ولا ممكن مجموعه على بعض او كيان؟ ماليش في الاسئله دي بصراحه. اديها الكيان الاهلي. طب ولو واحد بس؟ لو واحد بس كابتن حسام البدري. ولو هتدي بقى جائزة نوبل لحد انت تعرفه تديها لمين؟ والله ممكن اديها رئيسي في الشغل، حاجة من انواع التطبيل يعني. هديها لوالدتي. ليه بقى؟ كده عشان هي احسن حد في الدنيا. انت ما عندكيش شخصيات عامة، مش شايفة حد في مصر ياخد شخصية. انا جائزة نوبل. عشان ايه بقى؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ عايز اعمل. عايز تعمل ايه؟ عايز اغير الكون ده. مديري في الشغل. اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ طارق موسى. ليه بقى تديله جائزة نوبل مع ان كل الناس ما بتحبش مديرنا في الشغل؟ لا هو ده اللي اسسني اصح في الشغل بتاعي، انا شغال محاسب يعني. والدتي. ليه بقى؟ عملت لك ايه؟ عامل كل حاجه حلوه طبعا في الدنيا يعني. طب وحضرتك؟ هي نفس طبعا ماما. نفس الام. انا من غير ماما كنت عملت. وانتوا نفس الام ونفس الدكتور حسين خير. اكيد بابا، لان بابا قريب ليا جدا، هو فعلا احسن اب في الدنيا. طب لو هتدي انت جائزة نوبل لحد من اصحابك او قرايبك؟ لا ماليش في الاسئله دي بصراحه. مين سلفك فلوس؟ مين وقف جنبك في شغل؟ مين عمل معاك اي موقف جدعانه؟ لا مش عارف بصراحه برضه. برضه انت عايش وحيد في الحياه؟ وحيد في الحياه. بس لو هتدي بقى انت جائزه نوبل لحد صاحبك بقى او قريبك او حد يبقى مين؟ الحاج عندي. اسمه ايه الحاج؟ حاج محمد. قول له يا حاج محمد انا بديك جائزه نوبل، قول اسمه كام؟ انا بعطيك جائزه نوبل يا حاج محمد على تربيه اولادك. بسم الله ما شاء الله ربنا يخليك لينا، احنا 8 اخوات. الله اكبر، ده لازم ياخد جائزه نوبل.